حبايبي الأكيلة، أهلا بيكم وحلقة مختلفة تماما بقى بجد. المرة دي أنا مش هقدم لكم مطاعم، المرة دي احنا عاملين مولد. المولد ده هي المرة الوحيدة في السنة اللي انتوا هتاكلوا وانا اتفرج عليكم، عكس ما دايما بيحصل. مش هتكلم كتير، انتوا هتشوفوا وانتوا هتفرجوا وانتوا اللي هتاكلوا، وانا مش هعمل حاجة غير ان اتفرج عليكم. تاني مرة واثنين او ثلاثة، واكيد يبقى فيه الفقرات اكتر واكتر، اكيد الكومبيتيشن تبقى اكتر. بس هو كاول مرة يتعمل ده انا شايفة ان هو ناجح كويس قوي، يعني كاول مرة يتعمل. رأيي في الاكيل انه هو برنامج اتعلمت منه حاجات ما كنتش اعرفها، زي ازاي اقرا المنيو، ازاي اعرف نوع المنيو ديت كويس ولا لا، ازاي في لما اجي ادوق الطعم ازاي افنط الاكل اللي فيه شويه شويه، لان بقى في اماكن كتير بروحها واما بشوف اسم الاكله باجي ادوق الاكل بلاقيه غير خالص لما يكون صوره الاكله موجوده في المنيو، غير لما يكون الاسم بس. المطعم اللي عنده ثقه هو اللي بيحط الصور والحاجات دي. بصراحة هو مراد مكرم ليه ستايله وهو بيكسبرس الأكل اللي بيدوقه. بصراحة يعني طريقته يونيك جدا، مش أي حد طريقته كده. يعني هو يعني أنا بنزل أجرب المطاعم دي عشان هو أكلها، عشان هو بيريكومند المطاعم دي، وأنا نزلت كذا مرة جربت كذا مطعم عشان هو كان بيريكومند الكلام ده. يعني لا والله، يعني أستاذ مراد مكرم يعني أوحش حاجة فيه أو مش أحسن حاجة فيه بيجوعنا كلنا. يعني طريقته هو قاعد كده في البرنامج عمال ياكل الاكل كده ويدوقه بيجوع اي حد قدام التلفزيون. مولد الاكيل ده فكره جديده انا مش شفتهاش قبل كده، بس هو يعني المطاعم هي اللي غالبه على المولد. انا كنت فاكر ان هو اتكلم في ان هلاقي اكتر الحاجات بتاعت المولد اللي هي مثلا الراجل اللي بينفخ نار والنشان والبتاع اللي في الزق دي، بس هي موجوده في المولد بس مش ظاهره زي المطاعم. تقديمه للأكل مغري بصراحة، بيخلينا أصلا يفتح نفسنا هو لوحده على الأكل يعني، والحاجة ده متوضب صح يعني والأورجانيزد. وكل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله يبقى فيه أكيل 2 3 و 4. الأكيل طبعا برنامج محترم جدا وبيقدمه محترم وجميل، وبيعرفنا طريق المطاعم الحلوة اللي يعني بيدلنا على حاجات ممكن نروحها. أكتر حاجة فادتني المطاعم اللي فيها لحوم، علشان انواع اللحوم كتير وما بنعرفش ايه اللي داخل في صناعه الكفته، في بعض الاحيان تعمل كفته ازاي، الهمبرجر فيها ايه، اللحمه اللي موجوده في البيف دوت لحمه بتتعمل في مصانع مخصوصه، وفي مطاعم تانية بتعمل اللحوم عندها مخصوص، وده بيبقى طعمه غير ده خالص، غير اللي بتعمل في السوق التجاري. يعني المولد ده جميل جميل، واتمنى انه يتكرر دايما، يعني مش كل سنه، يا ريت كل شهر مره. الأكيل مراد هو بعيدا عن هو ممثل، هو مذيع هايل جدا، بيعرف يوصل الإحساس اللي هو بياكله، التيست للمشاهد، شخص لذيذ جدا، تعبيراته حالة ما بيجي يعبر عن أكلة معينة بحس ان هو صادق. يعني هو بيقول كمان بالنسبة لي أنا الطعم حلو، لكن بالنسبة لناس تانية قد يكون معجبوش الطعم ده. لا هو جميل بصراحة جدا ورائع، حلو، مهرجان ممتاز، يا رب يتكرر.
نركز في الطعم، ايه الطعم الغالب على الاكله؟ لان بعض في مطاعم الفاست فود تلاقي الصوص الساندوتش كله صوص، انت مش ده طعم اللحمه ولا ده طعم الخيار المخلل او الحاجات الموجوده في الساندوتش. بسبب مراد مكرم عرفنا كذا مطعم جديد، يعني في كذا مطعم كمان عرفناه جديد نروح وندوق وبتاع. زوجي اتاثر جدا بطريقته في الاكل، بالذات ان انا ابتديت احب، انا دايما ما كنتش بحب اكل لحمه بره، ابتديت اجرب الستيكس بره، ابتديت اجرب البرجرز بره، ما كنتش بحب اكل اي لحمه بره. كان بياكل حاجه في مطعم سمك، مش فاكر طبعا اسم المطعم او اسم الاكله، بس لا حسيت عشان انا بحب، يمكن عشان انا بحب السي فود، يعني ان هو بيتكلم بجد، يعني مش بيمثل. يعني هو المولد فكرته حلوه جدا، لان احنا كشباب لما بنيجي نخرج مع بعض كل واحد بيقول رايي، ده عايز يخرج ياكل برجر، ده عايز يخرج ياكل بيتزا، ده عايز يخرج ياكل باستا. فالمولد فكرته حلوه جدا، كشباب ممكن نخرج كلنا مع بعض في نفس المكان وكل واحد ياكل اللي هو نفسه فيه. والله احسن حاجه في المولد يعني فكره جديده لذيذه، مجمعه كذا فئه من المطاعم المختلفه في كل الانواع، يعني اي حد بيحب اي نوع هيلاقيه هنا. هو مولد الاكل ايفنت لذيذ جدا، حلو ان انت بتعمل كونتاكت مع المذيعين اللي موجودين في القناه. اتصورنا مع استاذ مراد، شخص لذيذ جدا زي ما قلت قبل كده. الايفنت حلو وفي جو لطيف. انا شايف ان المولد كده هو اتس بيرفكت، مش ناقصه اي حاجه، واحب اشوفه يتكرر تاني طبعا. هو مذيع لطيف جدا، وانا كانت عجبني البرنامج قوي كفكره، حسيته مختلف وحسيته انه بيقول حاجه يعني تخليكي تجربي شويه. طريقه الفكره نفسها بتاعت البرنامج انك رايحه وتشوفي اماكن جديده، خلتني مثلا اجرب حاجات زي حاجات موجوده في وسط البلد، زي موجوده مثلا لايك مثلا فندق مثلا، كانت بالنسبه لي فكره لطيفه اني اجرب اشوف الاماكن اللي بتجيب بتقدم الاكل دوت. ده طبعا خلاني افهم اكتر اكل ازاي احسن. يعني الاول كنت بتاكلي وخلاص، لو اكل الله طعمه حلو او جعانه برده بتاكلي، ناو ديفرنت، يعني بتحاولي تفهمي الاكل اكتر. يعني بحب اشوفه اكتر في الحته بتاعت المشويات، الحاجات دي انت عارفه احنا الطبيعي بتاعنا بنحب فكره الاكل دي. يعني اكيد المولد فرق كتير في الفكره بتاعت البرنامج، يعني احنا اتبسطنا ان احنا جينا اصلا، يعني كفكره وكمكان، مكان معمول ديكوريشن حلو قوي، فيه اكتيفيتيز كتير والانترتينمنت حلوه جدا، فانا مبسوطه فعلا اني جيت النهارده. يعني بيتهيألي كفاية كده بقى، وأكلته بما فيه الكفاية، أرجع ناكل تاني وأنتوا تتفرجوا؟ عيب بقى، عيب بقى، جعان، إيه بقى؟ أكلته بما فيه الكفاية، يعني ده أنتوا يوم أكلتوا بيه على قد اللي أنا أكلته بيه الـ 120 حلقة. ماشي، نسيبكم تكملوا أكل، حاضر، ولو إنها جاية على نفسي قوي، بس ماشي، حاضر. شخصية ظريفة جدا جدا جدا، والبرنامج بتاعه تحفة تحفة بصراحة، خلانا نعرف جميع الريستورانت اللي في البلد كلها، وكل ما نتفرج على الريستورانت بنروحه وبندوق وبناكل، يعني هو اللي شجعنا للموضوع ده بصراحة. أي حاجة هو بياكلها بروح الريستورانت أطلبها، أطلب اللي هو بيقول عليه واو. الأكل في المطاعم بيطلع سوبر زي ما مراد في الأكيل بيقول عليه، وعجبني موت اللي هو اختاره، يعني اللي هو أضاف لي إن هو اختاره وأنا رحت المطاعم دي وفعلا طلبت اللي هو طلبه. بصراحة مولد الأكيل ضاف لنا حاجات كتيرة جدا جدا، يعني ورانا جميع المطاعم، يعني حاجة حلوة زي كارنفال، مطاعم كتيرة، الأورينتال، السوشي، كل حاجة بصراحة. ما فيش حاجة، هو بصراحة مولد يعني أكيل عمل لنا كل حاجة، يعني هو مش عارفين نضيف حاجة من هو من كتر ما جاب لنا كل حاجة. هو شخصية لذيذة جدا، لطيفة وحبوبة وذواق بجد، يعني أنا بحس إنه
بياكل بجد مش تمثيل ولا كده وكده، وبيتذوق بجد، وبحب اراءه كتير جدا جدا يعني. يعني هو في مطعم راح وانا كنت فيه نفس الكومنتات بتاعته انا يعني انا دقتها وقلتها، فحسيت انه صادق جدا في كل كلمه بيقولها، يعني ثقوا فيه ثقه عمياء. والله مولد الاكيل ده انا قريت عليه في الفيسبوك، قعدت اقول لقرايبي واصحابي فكره لطيفه جدا، بدل ما احنا عندنا هنا معارض الاساس كتير والمعارض كتير، دي فكره فريده من نوعها يعني، حبيتها. وكنت متخيله اني هلف وهتعب، لكن لقيت قعدات لطيفه وبيكنيك لطيف واكله حلوه، وبنعرف عده مطاعم مختلفه، بس كان نفسي يزودوا المطاعم شويه لان معظمها ديزرت وكده، كان نفسي يزودوا المطاعم شويه. شخصية بحبها بصراحة، ساعة ما بتيجي الساعة بتاعته بتاعت البرنامج بتفرج عليه، ما بتفرجش على حاجة تانية. برنامج حلو وبحب اتفرج عليه في أي حاجة. الراجل ده هيجنني. يلا أكلنا نحطهم بقى. ترجمة